السلام عليكم الخوت، هانيين كل شيء مزيان، نتمنى كل شيء يكون بخير ولا خير كما ديما اخوت. ان شاء الله فيديو جديد اخوت. خوت هذا الفيديو هذا شحال هذا ما شفتو الحميمات ياك، دابا تقريبا شهر ما شفتو الحميمات. قلت لكم الحميمات اللي مشاو. وبالنسبه لخويا نور الدين، كنعاود نكرر لك نور الدين، قلت لي اليوتيوب كتحيد لي الميساج ديالي، ما يمكنش. المهم انا راه صيفط لك النمره ديالي وباقي ما عيطتيش عليا. صيفط لي النمره ديالك باش نصيفط لك الزويجه ديالك، راه طرفت لك اخويا سطح تحتاني. المهم علينا ان شاء الله غنوريكم ان شاء الله كما قلت لكم الحميمات اللي بقاو. اغلبيه خليت الذكوره، علاش خليت الذكوره؟ هاد البارتيه تصورتهم على حساب الذكوره جلابه، الذكوره جلابه هما اللي كما كنقولوا كيتبعوا النتاوي وكيفرجوا. كما قلت لكم كيروسات ورقة الدراري كيروسات كيشوف سنيت غات ان شاء الله غنركبهم هاد 3 ايام هادي غادي نركبهم. وبالنسبه لهاد القصريه هادي انت كلاحظتوا معايا راه ناشفه وناشفه الله العادي هات ناشفه. دابا غنعمرها ان شاء الله. والحمام هادي شحال هادي مطار غنشوفوا كيفاش غادي يدير. غادي نعمرها دابا خويا سيما عمر لي يدك، عمر لي يدك السطل. حنا الخوت دابا عمرنا الماء اول ما جديد الغبور ديالنا الخوت، راه كما قلنا لكم راه كنا مسافرين ملي كنا قراب الخوت راه كنا كندير لكم فيديوهات هذاك الشيء علاش. المهم ان شاء الله غنخرجوا لكم الحميمات، غنوريكم الحميمات اللي باقيين عندي وغادي نخرجوهم وتولعوا فيهم ان شاء الله سميشه، ولكن الفيديو غيكون خفيف هذا هو اللي كاين. بالنسبه خويا نور الدين صيفط ليا كما قلت لك، صيفط ليا اول حاجه بسم الله كما قلت لك اخويا نور الدين صيفط ليا النمره ديالي. قلت لي اليوتيوب ما كيقبلش النمره ديالي، راه صيفط لك النمره ديالي انا كتبتها لك في الكومونتير باقي ما عيطتيش عليا، عيط عليا باش نقول لكم المدينه ان شاء الله تكون فيها باش نصيفطها لك. المهم ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله الحميمات اللي باقي عندي واش دا هو كيعوم. عندنا هنايا الزويجه الهولنديه راه غتبيض هنا، حيدت لها البيض وزيغي ديالنا هو راه غنخرجو ليها ان شاء الله. وعندنا ان شاء الله الذكر القرطاسي هادو هما ولادو اخو قلتو عليهم ها هما هادو هما ولادو تبارك الله شوف تبارك الله. خوت غادي نولعكم واقيلا هنا ولكن غنطلقهم ليكم ماشي مشكل ولاو لي تولي. هادو هما وليدات ديال الذكر القرطاسي هابا هاو تبارك الله. هادي ندير لكم واحد التوليعه زوينه اذكر واد هذا هو با ما قالش عليا الخوت واد هذا هو با هادي هي بنت واد هادو راه ماشي جم ولاد واد سلام شوف غادي نخرجهم لكم برا وغادي تفرجوا فيهم كي داير. وبالنسبه للخوت كما قلت لكم البدعيه راه طلع ذكر راه تكير طلع هذا وكاين طلع زوين غنطلقو ليكم تو نوري ليكم بلاندايزر ديالنا راه هو. وبالنسبة للنتيوا ديال العنبر راه مشات تبعات الحميمات لي كتكد ليكم الخوت. وهاد النتيوا الغرابية راه مسيرة الزراني الحميمات لي باقين. وعندنا هاد السنيمات فياجور الخوت راه رجع هاو راه ورا باقي دابا ان شاء الله غادي نخرج لكم حميمات على برا. هذا ما كيطيرش عندي باش غنديرو ليه داك الشريط غنشدو بما غنشدو غادي نديرو هنا قبل ما يدير لينا الشريط حد ما في الرادي ويرجع لمولاه فهمتو الخوت. دابا الوليدات ديالهم هما اللي غنولعكم فيهم دابا غنطلقهم ليكم. دابا انا باش خليت الكوره خليت الكوره باش تفرجوا ليا في الولاع. هذا غادي ندوزو ان شاء الله الفريخات تولعوا ليا ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي
خلف الحميمات. المهم اخوت ان شاء الله غنولعكم شويه. راه يا خويا التليليب شحال هادي ما تولعت اخوت. غادي نولعكم دابا الوزغي. شو الوزغي؟ شو هادو محال كيطيرو هادو. حوس محوس هاك شويه شويه ديال اللي يدك ديال اللي تقلش. لا 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 عمرك عمرك لا 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 اشر معاهم بشويه صافي حي. خرج القراص دير 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 يلا يلا شوف ديرك تلمويه اسمع لي يا كلان ضيف غلا فيه شوف قراص كيبان لي قراص راه كيبان لي تجاوزو فرقوا الخوش. لاحظوا معايا تجاوزو القراص يا أي ولات الجويجه قرطاجيه كطير عاد والله الا طلعت الجويجه. هاد الحميمات الخوت راه معروضين في البيع نهائي. البنت هذي قلت لكم الخوت شي انتاج حال زوين حاجه كتكون زيده عندك كتطلع عندك كتعرف القيمه ديالها. شوف جيري شوف شوف تولاو لي فوق زيغ تولاو 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 لي الحمام راه شحال هادي ما خرج هاك بدا هاك. لا 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 ضربوا لي على كلان دايز راه غيمنع والله حتى غيمشي بال ورق 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 شاف 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 والله لا ترفعوا عليه Thank you.
الغرابية. خلاص غبروا سيدنا الحمام البايدين. تلا راه مزينة صافي من الليل زي مزيت البحار ساعة ولات رام رام ما شيو شيو من الاولانيين شيو رام راه ديولي هادو رام الخوت راه عرفتي شحال هادي ما خرجوا ابا غيبانو لكم دابا غنزوم لكم عليهم ما كيما رحتو معاه الله الله بغينا نتحطوا انا بغينا نتحطوا فيه هاما خوتا هاو واحد تحط هاو غيتحط فوق الجعبة صافي غادي يهبط واحد بعدا غيهبط الاخر كرانضايزر غيجيب يلا تبعو يلا حضروا حضروا لي حضروا لينا صاحبي حضروا بالي يلا سيدي الوزر الوزر ولا ترتاح تولعوا لي يا خويا تولعوا خليت شي كوره مزيانين باش تفرجوا فيهم مزيان هذا غندير شي بياسه جداد اخويا ضروري غندير جديد اسمع 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 لي اسمع اسمع طلق لي الوليدات ودينات طلق طلق لي ودينات طلق دابا دابا غيفرجك دابا تولعوا لي في الوز غير تاهو تولع قرطاشي شي معايا واحد قرطاشي مجلوبة والله العظيم قرطاشي أخرى ماشي ديالي هاهو راه جيب هاهو هذا راه قرطاشي ديالي مرة ترتق عليها مرة مرة فيه أروز غيجة البدعي البدعي ولا ترتق هاي بطل حمامة الخوت غادي نمشي في حالش والله إذا كاين واحد الشمس نعاود ليه القراص السمرة مشاو أما جاو الخوت سيما الخوت أما جاو جاو عيالين راه تكرروا انتوا الخوت هذوك مولات قرطاسي اللي قلت لكم انا يدخل الدار
ما تعرف ما ما خرجتم قرفوا، ولكن الحمد لله ما تحطوا لي حتى شي دار، جاو ديريكت هنا. راه شاري من المزغي ورا ورا قول شاري من المزغي خوت ورا. تولى عليا خوت تولى. واه تو داك النتيوا خوت تاعو فيها دار تقويك الطرطق مشا. المهم خوت ما نطولش عليكم، غادي نشوفو الحميمات خرين باش نشوف حالاتنا. الدكورة شتيهم؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة تبارك الله. هذا على خمسة مازال ان شاء الله غادي نشوف نتاو يكونوا في المستوى ان شاء الله اللي غندخلهم اللي غنخدم بهم بيسات اخرى جداد ديال الديكور. وبالنسبه للفرنيتور خوت كما قلت لكم القطعه ديالي زوجه بوحد عندي الهولندي وصغري اليوم ونبقى عندي اللي دخلت لي فالت هنا الغرابيه الزراني هذا ان شاء الله راه غنحيدو تاو غادي نحيدو باش ميبقاش ليا هنا مخربق ليا. هذا هو اللي كاين، هذا غندخلو دابا بلاصتو. هاهو صافي الحمام الاخر راه غيدخل راسو كيما العادة كيما قلت لكم الحمام راه غيدخل راسو. المهم الخوت ان شاء الله نلتقاو في فيديو جديد كيف العاده. يلا الله يعاونكم، دابا ورينا لكم الحميمات الخوت ورينا لكم داك الشيء اللي كاين. وبالنسبه لخويا نور الدين كما قلت لك عيط لي يا خويا ولا شاط لي ميساج في الواتساب الله يحفظك ليا. كما قلت لكم الخوت تولا ان شاء الله غيكون في وقته. كما قلت لكم راه العطله بنادم راه كيمشي كيفوز هذه الحاجه باينه. شي وحدين الخوت راه الله يهديهم وصافي، ما كاين لا تفوات لا والو. عاطينا الفيديوهات وهذه والحمام ومن هنا ومن هنا وبنادم تهضر معاه ما كيتقادعش. بنادم ما كيعرفش النظام ديال الحياه، كيعرفش شنو هي العطله وشنو هي الدراسه وشنو هي الخدمه. المهم الخوت ان شاء الله تلقاو في فيديو جديد كيف العاده. يلا الله يعاونكم الخوت.